الجولة الرابعة للبطولة اللي تلعبت البارح آخر مقابلاتها. أكيد نعطيكم النتائج نتاع المقابلات الكل بطبيعة منقوصة مقابلة الأولمبي البيجي والسي اس اس. الكلوب كانت في تعادل مع تطاوين 2-2، سي بي فازت على سليمية 2-1، اتحاد بن قردان هزم ضد الاسبيرونس 1-0، ليتوال فازت على اليو اس مو 3-1، الملعب التونسي تعادل مع مستقبل رجيش دون اهداف، المتلاوي كانت فازت على جي اس كا 2-0. نحكيو اكثر على المقابلات هذم اكيد مع اللاعب الدولي السابق انيس العياري، ناخذ فكره عم عنده اكثر تحاليل فنيه بخصوص المقابلات هذه. انيس اهلا بك. مرحبا بك سليم ومرحبا بالساده المستمعين الكل. مرحبا انيس، دونك ناخذ من عندك ساعه قبل ندخل في التفاصيل فكره عامه على الجوله، اهم القراءات الفنيه نتاعك. أهم قراءات معناتها هذول اللي عرض النجم الرياضي الساحلي بعد ديما نوعا ما مفاجأة الجماهير نتاعو في سليمان يرجعوا ينتصروا ثم منير، يعني ثم تطمينات للجماهير نتاعو قبل مقابلة شبيب تقبيل. ترجي الرياضي التونسي وانتصاره في ميدان صعيب مع منافس نوعا ما ورا في ثلاثة جولات الأولين اللي هو منافس يعني لازم يكون راح يصعد في البطولة، وإن التعادل نتاع الرجيش اللي بالنسبة لي أنا تعادل مهم برشا بعد هزيمة ضد الأولمبي البيجي، كان ضد هزيمة قاسية لحد الرجيش، لكن اليوم يجي لنا يفر في ملعب صعيب أمام منافس يحب يأكد الصدارة، لكن كان صدمانية وكان منافس محترم وجاب معناتها كيما نقولوا احنا خذا نقطة من نايفر بالذات. باه نبداو بالترجي فاز بن قردان 1-0، الاسبيرونس رغم اللي بالفريق الثاني ضد منافس محترم اتحاد بن قردان عنده افكتيف كبير السنة محترم جدا الافكتيف تاع بن قردان، الاسبيرونس كالعادة لا تعترف الا بالفوز 1-0، فوز ثمين للترجي بالفريق الثاني. ايه فريق شوف سلام، ثم حاجه لازم نعرفوها في كره القدم، ثم افكتيف تاع 23 جوار ديما يتغلوهم في جمعيه الكبار سيرتو الترجي الرياضي التونسي. ساعات 23 لاعب معناتها في ثلث الموسم يدورهم ويدور افكتيف معين. معين البارح بالنسبه لي ما عندوش ايكيب ا وايكيب بي. حاول كيفاش يتعامل مع مباراه صعيبه قبل مباراه ما اصعب اللي هي نوعا ما تعمل كاليفيكاسيون للترجي الرياضي التونسي في رابيت الاطفال. مهمه برشا المباراه البارح والتعامل معها، لكن ممكن الحاجه الباهيه والحاجه اللي جلبت انتباهي محمد علي بن رمضان والملاعبي اللي نوعا ما الحق للامانه في بدايه موسم يقدم في مباريات طيبه وطيبه للغايه. معين خلى النجاس الهوني عمل خلى الشاتي زاد على بنك الاحتياط، يعني عمل تورن اوفر معين بعدين كان ينجم كما نقولوا احنا يزيد من 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 الدوت، انت تعرف اللي معين اليوم تحت الضغط ومطالب بالنتائج ومطالب انيس انيس الصوت نتاعك قاعد متقطع شويه، يمشي ويمشي ويرجع. انيس لو كان تقعد في بلاصه ما يعرفش فيها اكثر ريزو ولا كان تحت كحكي بالكيت نحي هكا تسمعني بالكيت اي هكا تري بيان. انيس البارح في مباراه البارح ذا برشا ريسك، لكن البارح انتصار مهم برشا قبل المباراه بالنسبه لي انا، في نقاط مهمين برشا لبقيه المشوار، لكن تعرف يعطيوك جرعه من الامل، يعني يعطيوك انرجي قبل مباراه الكاليفيكاسيون قبل المباراه. ديبا يبدو معي نجح في التورنوفر البارح، تعلق محمد علي بن رمضان تعرف البارح ميكس كلوا انديفيديال يسدد في مستوى طيب محمد علي بن رمضان اليوم في الترجي الرياضي التونسي، لكن ان شاء الله معين يعرف يستغله خاصه في المركز نتاعو. راه محمد علي بن رمضان ما نجمش يكون صانع العاب، لاعب وسط ميدان ارتكاز كيك الكره ثم في صنع الهجمه. بالنسبه لي انا معين نجح نزلت بعد كيما قلنا تستنى فيه مباراه ان شاء الله يعدي كيما قلنا موجه الغضب نتاع الجماهير والدود شويه، ممكن كيمشي الكاليفيكاسيون يعني كان يعمل كاليفيكاسيون للشامبيونز ليغ ويمشي دور المجموعات تتغير برشا حاجات وتتغير نظره جماهير الترجي بالنسبه لمعين الشعبي. النجم الساحلي احسن مدرب الساحل، الملاحظه ابرز الاتوال فتعود الانتصارات في حين لو اس مو بعيد على المستوى شفناه به الموسم الماضي. كنت تعرف لو اس مو الموسم الفرط فقد ثلاثه ركائز اللي هما موزيس اوركوما اوكبادو واوكبوتو مهم برشا نحكيو عليه، ياسر جلاسي عنصر في وسط الميدان ممتاز برشا ونعرفه مهم برشا في تشكيل الاتحاد، لكن التمريرات نتاعو انه يمول الهجوم ما ثماش المهاجمين، حتى العامري ماهوش في افضل حالاته، ياسين العامري اللي مشى النادي الافريقي كان لاعب رواق ممتاز وممتاز جدا كان يعطي في حلول من الناحيه الهجوميه، اليوم تحدي المنافسين الحق في قاع الترتيب حاجه تحير الاتحاد، وحاجه اخرى اسلام انه الاتحاد ركز برشا مع الكاليفيكاسيون نتاع الكوب دافريك ونسى البطوله، يذول عاودته باش تكون البطوله باش تكون صعيبه برشا، لكن نتصور انه ان شاء الله يحسم المباراه نتاع العوده ويكون في دور المجموعات وقتها يرجع البطوله، لكن العوده نتاعو مش باش تكون سهله بما انه باش يلقى منافسين ما اصعب ويلقى دي بلاسمون ويلقى يعني ظروف اخرى، يعني جاني نقاط ممكن في البطوله
ابو طارجل. ليتوال رغم اللي مدرب جديد وقاعد يلوج يبدل في التشكيله كل مره قاعد يلوج على التشكيله اللي يحب يكمل بها، لكن الريزلتا ماشيه نوعا ما تسم. انا نصور بالنسبه لي انا رجع ثابت ورجع ممكن الاخطاء اللي قام بها في مباراه سليمان تم نايسي، وسيرتو بعد ديكلاراسيون اللي عملها بعد المباراه اللي هي ما عجبتش برشا ناس، انه يعرف اليوم هو يدرب في فريق اسمه نجم الاستقلالي، فريق كبير وفريق محترم يعيش بالنتائج يعيش بالتفنيقات يعيش بالارقام، لازم يعرف يتعامل مع مباريات، ولازم ما يكونش اشهر ديكلاراسيون تاعو يحط ثقيل في القاع خاطر الموسم مازال فيه. وتعرف اليوم النجم الاستقلالي سر امتداد، يعني اليوم قاعد يعاول على وليدات الشبان، قاعد ماشي في خطى ثابته، والمدرب اليوم يقول لي بعد الهزيمه الاخيره اللي نوعا ما قلق جماهير النجم يرجع من باب كبير وينتصر بثلاثيه وبمانيير، يقول لي رينا النجم البارح في افضل حالته. الكلوب كيف بعد الهزيمه 3-0 ضد السي اس اس كنا حكينا عليها الاسبوع الماضي، عثره جديده في العاصمه مع اتحاد التوين، تعادل بشق الانفس في اللحظات الاخيره 2-2. والله يغزلي ما نظمش نحكي عن النادي الافريقي اليوم في 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 اسوء حالته، ما نظمش نحط اللي نقول انه اليوم بالنسبه لي انا نحكي عليه كان سلبيا. فريق بالقاب وبتاريخه بالملعبيه نتاعو، فريق بالنسبه لي انا يقعد ديما في الفريق اللي يعطي رونق للبطوله ويعطي الشارم الكبير، اليوم في حاله خايبه برشا وحاله ممكن ما تفرحش جماهير النادي الافريقي. علاش؟ خاطر اليوم كي نحكيو على فشل الهيئه المديره مش عيب، انا كان عرضني سي عبسين اليوسي ولا كل اللي دايرين بالفريق نتاع النادي الافريقي كلام عادي في الدنيا، لكن اليوم حق للامانه هذوما المسؤولين ما قاموش بالواجب نتاعهم في 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 ظل يعني موسم المئويه اللي كان الجماهير ينتظر انه يرى نتائج جد ايجابيه في موسم كبير حبت الجماهير انها تشوف فرحه، لكن التطمينات اللي كانت قبل ما يتسكر الماركاتو غير اللي نشوفوا فيها توا. المدرب في مازق، الملاعبيه قاعدين يستهدوا بالمويا وبالامكانيات الفنيه اللي موجوده، حاجه ما تفرحش بس كبدون موسم نزيف من النقاط، وهذا ما يفرحش جماهير النادي الافريقي. لكن بالنسبه لي انا الناس نحترمهم في النادي الافريقي، لكن نقول فشلوا اليوم في اداره النادي الافريقي على جميع المستويات. ليفكتيف ليميتي برشا انيس. شوف اللي ما باش نقول لك انا حاجه اسلام، الهيئه المديره اللي خلات ليفكتيف معناتها ليميتي معناتها هكا فهمت. مهم تجيوكم لعبيه وتعمل انتداب وتخلص من لعبيه ذوكم وتستغنى على صابر خليفه وتستغنى على زهير الزويد وعلى بلال العيفه، كي حتى ما همش في افضل حالتهم بلو كادرو مو نجموا ينكادروا وليدات صغار. الله يكون في عون الاسعد الدريدي، الملعبيه قاعدين يجتهدوا باللي موالي موجودين، لكن حرام وظلم كبير انك تقحم وليدات صغار في وقت صعيب، في وقت الجماهير تستنى في نتائج ايجابيه، هذيك هي امكانياتهم الملعبيه. ان شاء الله ربي يصبر جماهير النادي الافريقي في موسم صورنا فيه الناس الكل انه شراوا النادي الافريقي في ثوب جديد. جي اس كا كيف متواصل الوضعيه الصعيبه رغم اللي لعبت ضد نجم المتلوي كيف عنده بعض الصعوبات، لكن هزيمه جديده للقروان في المتلوي ضد المتلوي فين بلاش. وانت تعرف شباب قيروان كي عملت انتداب نتاع فريق نتاع رابطه محترفه ثانيه، ما كانش يمن انه في دوره البراش انه يكون في رابطه محترفه الاولى، ولا كان الانتدابات غير الانتدابات اللي نشوفوا فيها اليوم. حاجه لازم نعلموا انه جيسكا اذا باش يكمل في الطريق هذا وبنفس المانيير والملاعبيه الحق افكتيف ليميتي برشا اسلام، مش النادي نجم يعمل ديفيريس، ماهوش شبيب قيروان يظهر اليوم باش يخسر برشا نقاط ونجم يفقد مكانه في الرابطه المحترفه الاولى منذ كيما احنا فتره الذهاب من غير ما يستنى. لازم انتدابات في جانفي. اكيد راهو اسمع جانفي للترقيع ومعناش ميسي ورونالدو وروبرتو باجو باش يجيبهم جمعيات يغيروا يعني من مسيرتهم ولا يغيروا من نتائجهم، اذا اللي حطك تجيب لاعبي ولا اثنين مش لاعبي لازم يهز جمعيه، يعني كي نستناو الماركات ونحكيو كي اللي باش تغير برشا معطيات مو صحيح، خاطر ما عندناش ممكن الاجانب لازم تصرف عليهم فلوس وغدا كي ما تخلصهمش يمشيو بك للفيفا، لكن خلينا نكونوا واضحين اسلام ما عندناش اللاعبيه التوانسه اليوم اللي باش تعمل لهم انتداب ونجموا يغيروك من مسيرك. معناتها نادي كما شبيب القيروان قاعد نزيف من النقاط، ظروفه ضد معناتها الجد قاسيه، والحق ما عندوش الفريق اللي ينجم يمشي به بعيد للامانه، ينجم يعني يفقد المركز في الرابطه المحترفه الاولى منذ بدايه الذهاب، وهذا مهم. يعني انت كي باش ترقع في جانفي ما نتصورش انا اسلام انه الفريق ينجم يخلص في مرحله ايه تكون صعيبه بديبلاسمون صعاب، يعني نتصور انه كان جرعه امل انه يرجع للرابطه المحترفه الاولى، لكن ان شاء الله ما تعودش الاحزان، ان شاء الله الملاعبيه يفيقوا، ان شاء الله يعرفوا اللي هما في فريق كبير اسمه شبيب القيروان
وهذه ممكن مع 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 تتالي المباريات معناتها، لكن باش نعطي نقطه ايجابيه لقيس اليعقوبي والنجم الرياضي بالمتلاوي مكر. كان انت باش نحكيو على المتلاوي نحب نقول برافو برافو قيس اليعقوبي في ديكلاراسيون سمعتها انا وقت اللي قال قيس بالحرف الواحد معناتها قال ان احنا نستحقوا برشا مباريات باش نلقاو الريتم نتاعنا ونلقاو الفريق في اتجاه جيد، وهذه اللي قاعد يصير في كل مباراه. الفريق قاعد يتحسن وقاعد يزني في نقاط 6 نقاط مهمين يذولي قاعدين، رغم انه صعوبه بدايه التحضير تعرف انه النجم الرياضي بالمتلوي في مباراه وديه وحيده في التحضيرات معناتها هذايا هو المهم معناتها اللي حبيت نقوله لك. صعب جدا الفريق يقع، لكن ثم جرينتا ثم كوراج تاع برشا من عبيه قاعد يرجع النجم الرياضي بالمتلوي قاعد ينم في برشا نقاط. اول فوز للسي بي انيس تزامن مع تغيير الاطار الفني 2-1 قدام مستقبل سليمان. ما بد فما اضافه لعربي الزواوي بون كيف نفس وضعيه الكلوب ليفيكتيف نتاع سي بي ايضا ليميتي ايضا. شنو هي الظروف اللي انت وفرتها للاطار الفني السابق والاطار الفني الحالي باش تقرا اول ريزولتا ايجابيه للسي بي السنه؟ السي بي يلزمك تلم مثلا 23 نقطه، يلزمك كل جوله تعمل رزه نفسيه خاطر اليوم معناتها باش نجم تلم النقاط هذوما كل جمعه، حتى الانترنور اللي رابح تنحيه وتجيب مدرب جديد تجيب ديسكور جديد، مش صحيح رجاء نفسيه. انتصر اكيد سير دو بالاريتي مكررين الاهداف، انا ريتهم الاهداف يعني على كرات سته كره كانت مخالفه من لاعب الجزائر المنتدب جديد وركنيه اخرى وهفوا من حارس سجل منها يعني شاب مفرج هدف ثاني. لكن اعطيني اليوم انا كجمعيه في الرابطه المحترفه الاولى انا تحضرت وكيفاش كانت التحضيرات نتاعي؟ سي بي اليوم تحضيراتها صعبه وصعبه جدا، بلا تحضيرات نفس السيوله الماليه الضعيفه ما تنجمش تجاري رابطه محترفه الاولى، ملاعبي يلزمك توفر لهم منح انتاج، يلزمك برشا فلوس، الور سي بي بانتصار البارح ممكن جرعه امل بالنسبه لي انا يتنفس السعداء، لكن غير كافي فريق كيما سي بي يبدا موسمه بصعوبات هكايا وخاصه صعوبات ماليه. باه نحكيو على البقلاوه انيس، جمعيتك ستاد تعادل سلبي مع مستقبل الرجيش دون اهداف، المستقبل جاي للعاصمه ظهر لي حبه نقطه وخذها. ليه مؤكد انه الرجيش جاي على نقطة سليمه وجاي خذاها معناتها، وكان طامع اكثر معناتها كانت الظروف كانت نجم تكون اكثر، لكن شوف كرة القدم وموسم بدايته متقلبة جدا ماهيش مفهومة للجمعيات، يعني الجمعية اللي تحطها باز باش تربح ونتيجة إيجابية تعمل إكس في هذا كيما الملعب التونسي فلت في الصدارة، أكيد إنه راهو الملعب التونسي ماهوش منافس وحده في البطولة، ثم جمعيات ثم منافسين معاه يحبوا زاد يجنيوا نقاط، لكن بالنسبة لي أنا زوز نقاط كانوا كيما نقولوا إحنا كانوا نعطيو نفس جديد وأحلام جديدة لفريق الملعب التونسي. نقول برافو للرجيش لعب على قد إمكانياته طايح البلوك لعب على حد امكانياته جاب نقطه بالنسبه لي هو بعد هزيمه، وانت تعرف اسلام زوز هزايم في الرابطه المحترفه الاولى يدخلوا برشا دود في الهيئه المديره ولهيئه المديره وليوا خموا حتى في اقاله المدربين. هذول البارح نقول انا سعيد سيبي مناع شويه بعد هزيمه ضد باجا كان لازم البارح تولي صعب عليه تولي حتى الاداره الفنيه تخم انه تغير المدرب، لكن النقطه البارح يظل تعاود ترجع المياه المجاريه بالنسبه لمستقبل الرجيش وخاصه النقطه الثمينه من هذه النهايه. باهي اني شكون الملاعب يشد انتباهك الجوله هذه؟ يظهر لي اللاعبي ممكن اللي ريته محمد علي بن رمضان الجوله هذه والجولات الفارته. شوف انا لو ما ثماش رمي ورود ثم تالق ثم لاعبي انا ندعم لاعبي يحس قاعد يخدم محمد علي بن رمضان مقارنه بالموسم الفارت ومقارنه بالموسم هذايا لاعبي حتى ذهنيا وحتى تكتيكيا قاعد كيما نقول قاعد يقدم في افضل ما لديه ان شاء الله. الانكادرومون تاع عائلته، الانكادرومون تاع الاداره الفنيه تاع الترجي، تاع الجمهور، يخليه يلصق في القاعه من لاعبي اذا يستغلوا الترجي ويحاول ياثروا، نتصور انه باش يكون بونس كبير وسط ميدان الترجي هذا. صحيح عمل ماتش كبير، لكن وجدي كشريده ايضا ظهر لي عمل ماتش كبير برشا زاد. شوف كشريده قيدوه بالنسبه لي انا لو نتعاطف شويه ساعات مع الوليدات الصغار، انا كشريده ماهوش جديد عليا، كشريده تالق ويظل عنده عامين تو، كشريده ملاعبي كونفيرمي حتى في المنتخب بلاصتو تستنى فيه، ملاعبي كيما نقولوا احنا لامبورتونس نتاعو سور البلان ديفونسيف سور البلان اوفونسيف في المنتخب ولا في النجم ظاهره، يعني قاعد يعطي لابور كبير على المستوى الهجومي، ملاعبي ينضج صاي ينزل اليوم يخمم في الاحتراف. لكن بالنسبه لي محمد علي بن رمضان كي تحط لي زوز متساويين نقول محمد علي بن رمضان لصغر سنه لاعبي تعب شويه في الفتره الاخيره واحسن انتداب عمل الترجي، انا ندعم محمد علي بن رمضان رغم انه كشريده قام بمباراه كبيره وغير المباراه هذه يعني قاعد في بدايه موسم ممتازه، لكن انا ما دعم الوليدات الصغار نحبهم ينجحوا ونحب كي سيرتو محمد علي بن رمضان ولد الترجي الذي توتي سيرار في الترجي الذي توتي
تلقى وليد ولده ترعرع وكبر وقاعد في مطرح ماشي من حتى المسيره هذه ان شاء الله يتحفظ عليه وان شاء الله يعاونوه باش ينجم يعطي الفلوس ويعطي افور كبير في وسط المجال. اخر سؤال، شكون المدرب تاع شد انتباهك تعتبر مدرب الجوله؟ مدرب الجوله ممكن نقول لك تو تضحك علي لسعد الدريدي. لسعد الدريدي كنت تسالني تقول لي علاش قلت لك اي علاش والجمعيتك على رجليك لسعد الدريدي واحترام لسعد الدريدي مش الفريق. مش خاطر ولد جمعيتك شعار النادي الافريقي وبقائه في النادي الافريقي في حد ذاته اليوم احترام الفريق بالنسبه لي انا عنده تاريخ كبير خاطر اي حتى مدرب اليوم ما يقبل وضعيته اليوم يخدم في لي كونديسيون هذوما صدقني اسلام اي مدرب تقترح عليه اليوم النادي الافريقي نتصوره يرفض لكن بالنسبه لي انا لسعد الدريدي قايم بوجمه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يفهموا جماهير النادي الافريقي انه وضعيه النادي على من ناحيه الرصيد البشري ومن ناحيه الناديات راي مش مشكلة فنيات يعني ذاك هو الاسكتيف اللي موجود والمدرب قاعد يتعامل باللي عنده لكن مش مدربين استقال ولا هرب كي تبدا الوضعيه خايبه لا قاعد مكبش ان شاء الله تمشي معاه الامور ويقعد في الفتره الجايه ويعطيهم لاعبين جدد باش يتغير نوعا ما وجه النادي الافريقي وقتها لازم نحكم على لسعد الدريدي مش خاطر ولد جمعيتك بغض النظر انه جمعيتي انا عندي عام ونص اسلام عام ونص ما قابلتش لسعد الدريدي وما كلمتوش بالتليفون فهمت لكن انا وضعيت لسعد الدريدي ونعرف لسعد الدريدي احنا اليوم في تونس شوف احنا اليوم في تونس عندنا مشكله المدرب ما يمشي كل الجمعيه اللي فيها افكتيف وفيها فلوس وفيها جو عام باش يغارانتي النجاح نتاعو حتى مدرب اليوم ما ينجم يبني فريق ديما يطالب بالانتدابات المدرب المحنك اللي يخلي بصمه ويبني على اللي موجود عنده ويحاول بالرصيد البشري الموجود يعمل نتائج بالنسبه لي انا في حد ذاته قبول انه يكون مدرب النادي الافريقي في وضعيه صعيبه احترم بارسا فريق النادي الافريقي برافو ونقول له خاطر راهو سيرار ونعرف السبرينت على المدربين سيرار يخموا انه انت اليوم اعمل استفتاء قول شكون اليوم ينجم يدرب النادي الافريقي ولا يحب يدرب النادي الافريقي لانه ما يجي كان على شهريه ولا زوج اما باش يعمل مستقبل بروجي نتاع كوره امبوسيبل في ظروف صعيبه كيما هذه. يعطيك الصحه شكرا ليك انيس العياد على كل الايضاحات الفنيه مديتها لنا. شكرا سلام. أعطيكم الكلاسمون بعد المقابلات نتاع الجولة هذه الاسبيرونس الأولى 10 نقاط ثم ليتوال الثانية 9 نقاط الثالثة ملعب التونسي 8 نقاط السي اس اس 7 نقاط مع المتلول السي اس اس تنقصها مقابلة ثم نلقاو السادسة بيجا وكذلك مستقبل رجيش اتحاد بن قردان الكلوب عندهم الكل 5 نقاط في حين بيجا تنقصها مقابلة ثم نلقاو سليمان 4 نقاط السي بي عندها 3 نقاط تطاوين 2 نقاط في اسفل الجدول نلقاو لويسمو والجي اس كا بنقطه واحده هكا نوصلوا لنهايه فاير بلاي اليوم كل الضيوف اللي كانوا معنا المداخلات تلقاوها مع الباج نتاعنا اكسبريس افام والا اكسبريس سبور في لي فيديو كل نتاع التصريحات اللي كانوا موجودين معنا تلقاوهم على الباج اكسبريس والا اكسبريس سبور. شكرا منال سيسي في الاخراج، شكرا الناصر الساكري في اللايف ستريمينغ على الباج فيسبوك، اجمل تحيات.